السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم أحياء للصف الثالث متوسط. اليوم عندي الفصل السادس الجهاز التنفسي صفحة 90 اللخصة. هنا عندي المعادلة، هذه حفظ، هذه المعادلة حفظ. تركيب الجهاز التنفسي يتكون من تجويف الأنف والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتان. تجويف الأنف هنا يتكون من قناتي يمكن ملاحظتها بوضوح، وهما يخترقان الجمجمة يتصلان من الخارج بالمنخرين ومن الداخل بفتحتي المنخرين الداخليتين. هنا يوجد تعليل، هنا علل بتجويف الأنف اللي هو التعليل. شي يقول لي؟ يقول لي وجود شبكة من الشعيرات الدموية في الغشاء المخاطي، وجود شبكة من الشعيرات الدموية في الغشاء المخاطي، هذا العلل. الجواب لأنها تعمل على تدفئة الهواء المار إلى الرئتين. زين، البلعوم تعريفه أيضا، هذا حفظ ما بيشي بس نحفظ البلعوم تعريفه. زين، نجي على الحنجرة. الحنجرة أيضا تعريفها هي تركيب مخروط الشكل يوجد في أعلى القصبة الهوائية، مكون من 9 قطع. طبعا هذه وزارية، يعني مرة جاية سنة من السنوات. يقول الحنجرة هي تركيب مخروط الشكل يوجد في أعلى القصبة الهوائية مكونة، خليها اختيارات، خلي 4 لو 9 لو 5، هي الاختيار 9، فهذا يعني مثل ما نقول وزاري. زين، هنا تفاحة آدم ماما غضروفية ثلاثية تبرز منها قطعة ناقصة الاستدارة أي هلالية مكونة من تفاحة آدم. تعريف تفاحة آدم، وهي أحد القطع الغضروفية المفردة المكونة من المكونة للحنجرة، وهي قطعة هلالية الشكل، وهي قطعة هلالية الشكل. هذه من هو تفاحة آدم. عندي لسان المزمار تعريفه، وهي إحدى القطع الغضروفية، هي كلها يعني تفاحة آدم ولسان المزمار قطع غضروفية. لسان المزمار هي إحدى القطع الغضروفية المكونة للحنجرة، وهي ورقية الشكل، وهي تكون ورقية الشكل تشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول دقائق الغذاء فيها. هذا لسان المزمار. زين، عندي هنا في فراغ الحنجرة هناك 4 طيات غشائية، 2 منها تسميان بالحبال الصوتية. تعريف الحبال الصوتية، هي طيتان غشائية تمتد في فراغ الحنجرة، هذه تمتد في فراغ الحنجرة، تهتز مع مرور الهواء، تهتز مع مرور الهواء عليها من الزفير، والتحكم في الحبال الصوتية، والتحكم في الحبال الصوتية مع حركة الفم واللسان والشفاه، هاي الحبال الصوتية. أما الحبال اللاصوتية هي طيات غشائية إلى جانب الحبال الصوتية تمتد في فراغ الحنجرة. زين، القصبة الهوائية تعريفها، هذه تعريفها وطولها ويد قطرها نحفظها. زين، بعد شنو عندي هنا تعليل، هنا علل. نقول تتكون القصبة الهوائية من حلقات غضروفية غير مكتملة الحلقات من الخلف، هذا تعليل، هذا علل. الجواب شنو نقول؟ لكي تسمح بمرور المرء الذي يقع خلفها بالتسوع. يعني خليني أعيده، التعليل يقول تتكون القصبة الهوائية من حلقات غضروفية غير مكتملة من الخلف. الجواب لكي تسمح للمرء الذي يقع خلفها بالتوسع أثناء ابتلاع لقمة كبيرة. زين، هنا عندي القصيبات الرئوية تعريفها. القصيبات الرئوية هي فروع فرعي القصبة الهوائية. تذهب كل منهما إلى الرئة وتتفرع، كل منهما إلى فروع أصغر
وتدعى يعني تنتهي بأكياس تسمى الحويصلات الهوائية. تعريف الحويصلات الهوائية: هي أكياس رقيقة الجدران، هي أكياس رقيقة الجدران تنتهي بفروع القصيبات الرئوية أو الهوائية، وتكون محاطة بشبكة من الأوعية الشعيرية والتي تسمح بعملية التبادل الغازي. زين، شنو وظيفة أو أهمية القصبة الهوائية؟ وظيفة وأهمية الحويصلات الهوائية، شنو وظيفة وأهمية الحويصلات الهوائية؟ نقول الحويصلات الهوائية عن طريقها يتم التنفس الخارجي، وهو انتشار الأكسجين من داخل الحويصلات الرئوية إلى كريات الدم الحمر، ومن خلال غشائها وانتقال غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء من الكريات الحمر والدم إلى داخل الحويصلات الرئوية. زين، ايش عندي بعد؟ الرئتان. الرئتان تعريفها وشنو وظيفة الرئتين؟ هي التبادل الغازي مع المحيط الخارجي. وتتكون الرئة اليمنى، هاي تكون من 3 فصوص، أما الرئة اليسرى من فصين. زين، هنا الأغشية الرئوية هم تعريفها، تعريف الأغشية الرئوية. زين، غشاء، يقول هو غشاء مزدوج رقيق يسمى غشاء الجنب الحشوي الداخلي. هنا تعريف غشاء الجنب: هو غشاء مزدوج رقيق يغطي الرئتين. هو غشاء مزدوج رقيق يغطي الرئتين، وهو من ضمن الأغشية الرئوية. هذا منه غشاء الجنب. أما الغشاء الجنب الجداري، هذا تعريفه: غشاء الجنب الجداري نقول هو ضمن الأغشية الرئوية، وهو يبطن القفص الصدري. زين، عندي فراغ الجنب، هذا تعريف فراغ الجنب. فراغ الجنب هو الفراغ الموجود بين غشاء الجنب الحشوي وغشاء الجنب الجداري، هعيني فيه سائل حيوي يسهل حركة الرئتين. هذه تعريف طبعا غشاء الجنب وغشاء الجنب الجداري وفراغ الجنب. آلية التنفس عندي شهيق وزفير، هذني مميزاتها. أنا إيش راح أسوي لكم؟ راح أخلي الفروقات بيناتهم، وطبعا وهذني وزاريات. شوفوا ماماتي، بالشهيق أخذ الأكسجين من الهواء الجوي، بالزفير طرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. بالشهيق ينخفض الحجاب الحاجز للأسفل ويصبح يعني مسطح، بالزفير عودة الحجاب الحاجز إلى وضع الطبيعي المحدد. بالشهيق حركة عظام القص وارتفاع الأضلاع إلى الأعلى نتيجة تقلص العضلات بينها. بالزفير نزول الأضلاع وعظم القص للداخل قليلا إلا أن وضعه يعني الطبيعي. هنا بالشهيق يقل ضغط الهواء داخل الرئتين بسبب اتساع حجمهما. بالزفير يزداد الضغط على الهواء داخل الرئتين. هنا بالشهيق يندفع الهواء الجوي من الخارج إلى داخل الرئتين. هنا الزفير يندفع الهواء من الرئتين إلى الخارج. يلا، يعني التنفس الداخلي والتنفس الخارجي، هنا عدي التنفس الداخلي والخارجي فروقات، وكل من التعريف مالتهن. بس هنا عندي هنا تعريف أوكسي هيموغلوبين. خلينا نعرف الأوكسي هيموغلوبين. هو مركب كيميائي، هذا هنا هو مركب كيميائي قلق يتكون من اتحاد أوكسي مع الهيموغلوبين داخل كريات الدم الحمر، الذي الغرض منه تحويل أو نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. زين، الكاربوكسي هيموغلوبين، كاربوكسي هيموغلوبين هو مركب كيميائي قلق يتكون من اتحاد ثنائي أكسيد الكربون، يعني هذا أحادي وهذه ثنائي أكسيد الكربون مع الهيموغلوبين داخل كريات الدم الحمر، الغرض منه نقل ثنائي أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين لغرض التخلص منه. ماما، تعريف أوكسي هيموغلوبين وكاربوكسي هيموغلوبين أو الفروق بيناتهم خفيج احتمال. هنا عندي الأوكسي
هو مركب كيميائي قلق يتكون من اتحاد أوكسي مع هيموغلوبين داخل كريات الدم الحمر، الغرض منه تحويل نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. أما كاربوكسي هو مركب كيميائي قلق يتكون من اتحاد ثنائي أكسيد الكربون مع الهيموغلوبين داخل كريات الدم الحمر، الغرض منه نقل ثنائي أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين لغرض التخلص منهم. قلت لكم التنفس الداخلي والخارجي، هذا تعريفه أو فروقات، تب كيفكم يعني، المهم تحفظون التعاريف مالتها. هنا أكو علل يقول هل تؤثر التخمة بالغذاء على عملية التنفس في الإنسان؟ نعم أو لا؟ خلنا نحله. نقول هل تؤثر؟ نقول نعم، لأن المعدة تقع تحت الحجاب الحاجز. نعم، لأن المعدة تقع تحت الحجاب الحاجز، وعند امتلاؤها سوف تضغط على الحجاب الحاجز ويؤثر على التنفس. هنا أيضا علل ماما فكر، وهذه النشاطات ترى أكدوا عليها، هل إن التحكم بعضلات الحجاب الحاجز هو إرادي أم لا إرادي؟ وكيف يعمل الحجاب الحاجز في أثناء نوم الإنسان؟ هذا العلل. الجواب شو نقول؟ يكون التحكم بعضلات الحجاب الحاجز لا إراديا، أي شنو؟ بدون تدخل الإنسان، لا إرادي بدون تدخل الإنسان. ناخذ الأمراض، النزلة الشعبية هذه تعريفها والأعراض مالتها والوقاية، أهم شيء الأعراض. زين، السل الرئوي، السل الرئوي أيضا الأعراض مالته وهذه الوقاية. هنا عندي تعليل العلاج والوقاية. يموت قسم كبير من المصابين بالأيدز والسل الرئوي، هذا الجواب، بسبب قلة مناعتهم، بسبب قلة مناعتهم، يعني أكدوا على هذا انتبه. زين، الوقاية أيضا السعال الديكي، أيضا هذه الأعراض مالته، وهنا أكو علل بالسعال الديكي. السعال الديكي أكو علل، يقول ينتشر مرض السعال الديكي في المدن قايل أكثر مما في الأرياف بسبب تلوث الهواء وعدم نقاوته داخل المدن، هذا الجواب. الأعراض والعلاج والوقاية. ذات الرئة الأعراض مالتها والعلاج والوقاية، هم حفظ. ناخذ ذات الجنب أيضا أعراض ووقاية، أو هنا عندي بالذات الجنب وزاري يقول مرض ذات الجنب يصيب شنو؟ يعني مطيك مثلا اختيار، مطيك تطيك الحنجرة لو القصبة الهوائية لو الرئتين لو غشاء مبطن للجوف الصدري. شنو هو غشاء مبطن للجوف الصدري؟ يعني احفظوا هاي الفقرة شوية. زين، أعراضها والوقاية والعلاج. زين، ناخذ سرطان الرئة أعراضها، هذا كلش وزاري وزاري، هاي الأعراضها انتبهوا عليها مهم جدا، هذه جت سنة من السنوات. وقاية وعلاجها. الربو طبعا الربو جت هاي يعني مهم، والربو ديروا بالكم على الوقاية لأن جت سنة من السنوات قايل ما هي طريقة الوقاية من الربو، هذا وزاري ماماتي، ما هي طريقة الوقاية من الربو هذا. زين، بعدش عندي دقيقة، هاي غرفة هاي الإنعاش والتنفس الاصطناعي، هذا اللي نحفظ حفظوهن. اي هاي ماما طريقة الوقاية أكدوا عليها. هسه خلصنا، هسه نروح على الأسئلة. زين، الأسئلة هنا التعاريف قلنا الحويصلات الرئوية والحجاب الحاجز وغشاء الجنب، هذني موجودات هسه قبل شوية قلتل. البلعوم والحنجرة والرئتين موجودات. وظيفة لسان المزمار قلنا هي القطع الغضروفية المفردة الثانية من الحنجرة ورقية الشكل، تشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول دقائق الغذاء فيها. قارن بين الشهيق والزفير قلنا. زين، وبعد شنو هذا هيجي الإجابة، اختار الإجابة الصحيحة للوقاية من السل الرئوي يجب تلقيح الأطفال تلقائيا. هنا عندي اللي الاختيار هذا الجي بي وسي وجي، هذا
من أسوأ إن أسوأ حالة يصل إليها المصاب بالسعال الديكي هو نوبات سعال مع نزف دموي من الأنف، يعني هذا دال مرض الجلد ذات الجلد يصيب الغشاء المبطن للجوف الصدري. هسه قبل شوية قلته زين، فسر العبارتين. وجود شعيرات في مدخل الأنف هذا كلش مهم، لغرض كتبوا يمكم، لغرض تنقية الهواء الداخل من الغبار والأتربة، لغرض تنقية الهواء الداخل من الغبار والأتربة. عدم اكتمال الجدار الغضروفي للقصبة الهوائية من الخلف ليسمح بتوسع المرء المجاور الواقع خلف القصبة الهوائية بالتوسع عند ابتلاع لقمة كبيرة. زين، صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيها خطأ. التنفس الداخلي هو عملية انتشار الأكسجين من كريات الدم الحمر إلى خلايا الجسم وأكسدة الغذاء وتحرير الطاقة مع الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون. هنا عندي العبارة صحيحة. شخص المصاب بالربو يعاني من ألم الصدر والرقبة وفقدان الشهية للطعام، خطأ. شون المصاب بالربو يعاني من ألم في الصدر وصعوبة شديدة بالتنفس زين، هنا أرسم مع التأشير القصبة الهوائية والحويصلات الرئوية. هاي الرسم، وبعدين أسوي لكم فيديو على هم الرسومات، وكل التوفيق يا ربي.